بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. موضوع اليوم حول كيفية عمل شروحات مصورة ببرنامج ريال دراو برو. الأمر بسيط بإذن الله، تابعوا معي. هذه الأدوات هي أدوات للتصوير. الأداة هنا هي للتصوير جزء من الشاشة، نقرأ للبداية ونقرأ للنهاية، وهذه هنا لتصوير نافذة. لاحظوا أني فقط فاتح نافذة أو الشاشة كاملة، يعني نافذة المكتب، لذا صورها كاملة. ونرى هنا أداة مفعلة افتراضيا، وتعني نزول، يعني لما تكون مفعلة يعني نزول نافذة البرنامج عند عملية تصوير الشاشة. بمعنى لو يعني نضغط عليها هنا فتكون غير مفعلة، سنلاحظ أن التصوير سيكون على نافذة البرنامج نفسه. في حال يعني هكذا حتى مع أداة التصوير هنا، لاحظوا أني صورت نافذة البرنامج كاملة. في حال ما كانت مفعلة سينزل البرنامج فور ضغطي على أداة التصوير. سنحاول عمل مثال كتطبيق لما قلنا. سنثبت برنامج فلاش بلاير. هذه مرحلة، مثلا نؤشر هنا ونصور. صورنا المرحلة الأولى، عمل جديد. هنا مرحلة أيضا، نصور هذه المرحلة. نعمل قاعدة العمل بنفس أبعاد الصورة هنا وهنا. ندرج الختم مثلا هكذا. بما أن الخلفية سوداء سأغير على تأثيرات الختم. سأختار هذا التأثير، بسيط وجميل. الآن من تبويب أوبجكت سأختار بالونز وأسحب هكذا فقط. سأصغر هذه النافذة هكذا. سأعمل تأثيرات على هذا البالون أو مربع الحوار أو سموه ما أردتم. سأعدل هكذا اختيار مثلا هذا التأثير، أعمل نسخ ولصق، وهنا مثلا أجعله كبير نوعا ما. وأكتب مثلا، نختار خط يدعم العربي، اضغط هنا هكذا مثلا. كبر الخط قليلا وزيد تقطعات كما عرفنا سابقا هكذا. انسخ والصق ايضا. هذه المرة اكتب مثلا او نترك العبارة كما هي. هنا نكتب نؤشر هنا للانتقال للمرحلة التالية.
متوسط كتابة. تقريبا أنهينا هنا. سأحدد جميع الطبقات، أنسخها وألصقها في الشرح الثاني، يعني طبقات ختم يمكنني عمل تجميع لها، يعني من هنا ربما أسلم هكذا مع الضغط على مفتاح شيفت ثم كنترول جي، أصبحت طبقة واحدة. يمكن من هنا مثلا نحذف هذه المكنة ونترك عبارة إضافة هنا فقط ونصغر قليلا في مربع الحوار هذا. أنهينا وصدر النتيجة. أضع في المكتب مثلا رقم واحد. هذه هي نتيجة عملنا أو شرحنا، والسلام عليكم.